منع توزيع المنشورات الدعائية للانتخابات يكبد المطابع خسائر مالية كبيرة. تفاجأ عدد من وكلاء اللوائح بالدوائر الانتخابية في الدار البيضاء بقرار منع توزيع المنشورات الدعائية الخاصة بحملاتهم الانتخابية ممن كانوا يراهنون على هذه الوسيلة في تواصلهم مع ساكنة المناطق المستهدفة. وقام عدد كبير من الوكلاء الذين وضعوا لوائح ترشيحاتهم بشكل مبكر لدى المصالح الترابية المحلية التابعة لوزارة الداخلية بطباعة المناشير الدعائية قبل بداية الحملة. واجتمع المسؤولون المحليون بعمالة الدار البيضاء بمعظم وكلاء اللوائح الانتخابية من أجل إبلاغهم بالإجراءات الاحترازية التي يتوجب عليهم التقيد بها خلال حملاتهم الانتخابية، وعلى رأسها عدم توزيع المنشورات الوقائية في الأماكن العمومية والمقاهي والمنازل. وقال يقين مصباح رئيس قطاع المطابع باتحاد المقاولات والمهن إن عددا مهما من وكلاء قاموا بطباعة المناشير الدعائية، فيما قام الآخرون بحجز موعد من أجل مباشرة عملية الطباعة قبل نهاية الأسبوع بعد تأخرهم في إيداع ملفات الترشيحات الخاصة بهم.